ما الذي يعرقل إذن التوقيع على الاتفاق النهائي؟ واحنا ما نقدر نقول عرقلة، لأنه عندما تم التوقيع على الاتفاق قالوا أسابيع، ولكن لم يحدد هل 3 أم 4 أسابيع. لما نقول أسابيع معناته أقل من شهر، من شهر. الآن مضى أكثر من أسبوع تقريبا على الاتفاق الأول، مشاورات لا زالت جارية. هنالك حركات، حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان، لا زالوا في التشاور في كيفية يتم أنه هيوقعوا على الاتفاق الإطاري. دي واحدة. في أجسام كثيرة جدا قدمت طلبات للتوقيع على الاتفاق الإطاري، دي واحدة من المشاورات الجارية. وحتى الاتفاق الإطاري ده عندما تم توقيعه كان هناك مفاوضات كثيرة جدا، ولكن كانت تحت أو غير مرئية للوسائل الإعلام، كانت مخفية، وتفاوض كان مستمر. فربما الآن يكون هناك تفاوض مستمر بين الأطراف حتى يتم عقد ورش كبيرة لمناقشة القضايا المطروحة. وعندما يتم الاتفاق على القضايا المطروحة للقوى السياسية بالتأكيد سيعلن موعد التوقيع النهائي. الآن خرج حزب البعث من تحالف قوى الحرية والتغيير، الأثر المترتب على هذا الخروج؟ بالتأكيد هو خروج حزب البعث العربي الاشتراكي من قوى الحرية والتغيير، هو عنده أثر، وأثر كبير، لأنه عندما تم التوقيع على الاتفاق الإطاري حزب البعث قال هو غير راضي عن التسوية، ولكنه لم يخرج من قوى الحرية والتغيير حتى لا يضعف قوى الثورة الداعمة للتحول المدني، ولكن هذه تقديرات حزب البعث وتقديرات قيادته وخطه السياسي. فما على القوى السياسية إلا احترام موقف كل حزب يقول رأيه ويطلع من هذا الاتفاق بإطارة ويكون معارضة للحكومة المزمع قيامها. أطراف كثيرة أبدت رغبتها في توقيع الاتفاق الإطاري، هل هذه الأطراف ستجد ترحيب أم أن هناك شروط وضعت للانضمام لهذا الاتفاق؟ في أجسام قاعدة تتلون مع كل موقف سياسي هي بتعلي، ولكن زي ما نص الاتفاق أنه كل القوى الداعمة للتحول المدني الديمقراطي وكل القوى الوقفت وعارضت انقلاب 25 أكتوبر وسمته انقلاب وأصدرت بيانات، هذه القوى من حقها أنها تجي وتلحق بالاتفاق الإطاري وتوقع في الاتفاق النهائي. هنالك قوة كانت واقفة ضد هذا التوقيع إلى لحظة التوقيع، والآن بدأت في تغيير مواقفها، وهذه بحسب قراءات ناس الحرية أو التغيير أو القوى الثورة بأن هذه القوة تريد إقراق المشهد بعدد كبير من القوى حتى يصعب السيطرة عليه. نعم. الآن هل متوقع أنه هذه الأطراف ستأتي أم أنها؟ ما كثير جدا من الأطراف الغير لم توقع، متوقع أنها توقع. حتى في بعض القوى السياسية كانت رافضة، أصدرت بيانات مؤيدة وإن لم توقع على الاتفاق، باركت بعض الاتفاقات. هناك من يرى أنه لماذا الحرية والتغيير هي المسؤولة عن إدخال الآخرين في الاتفاق الإطاري دون غيرها؟ هو الحرية والتغيير بتقول أنا ما الحرية والتغيير بتقول أنا القوى الثورة هي اللي بحقها، ولكن الوثيقة الدستورية الأولى تم توقيعها هي كانت وثيقة بين شراكة بين طرفين، القوى الحرية والتغيير والمكون العسكري. الحرية والتغيير هي أكبر تحالف سياسي قام ضد أكبر دكتاتورية في 2019، أسقط أكبر دكتاتورية أسقطت العالم. هذا الاسم هو اسم الحرية والتغيير اللي بدأ من 2019، وبدأ كل من ينشق دائما بتلقاه حريص انه يكون يسمي الحريه والتغيير اللي في الميثاق الوطني، الحريه والتغيير، الكتله الديمقراطيه، الحريه والتغيير، كل الناس، لانه الاساس هو قوى اعلان الحريه والتغيير اللي اسقطت نظام ال 30 من يونيو.